سمحتي ايش عندك هنا؟ ابى اشتري ملابس. ممكن تطلعين برا؟ انا ما يبى، انا بس يبى يشتري. لا انت لا ايش مشكلة؟ معلش شوفي مكان ثاني. انا ما في سوي مشكلة، ما في سوي ازعاج، بس يبى يشتري. طيب تمام اتفضلي، تقدر تشترك من المحلات الثانية، هذا المكان ما يناسبك. اطلعي برا لو سمحتي. انا يعني ناس كتير كانت بتتابع بحسرة وبتحاول تمسك أعصابها من أول لحظة، ونظرات عينيهم كانت مليانة حزن. المفاجأة كانت واضحة عليهم. أنا ما في معلوم يعني. شم هلا حياك. لا والله أقول لها طلعي برا اشتري من برا، ما هو لها المكان. لا حابة تشتري وغلط بتخدمها يعني، هذا شغلك طبيعة شغلك. شايفة شكلها أنت؟ لا ما بصير، ما لك كنا عبيد ضربنا. ايه بس شوفي شكلها. ايش مانو شكل؟ المكان هذا رقم منه زينا زيها. يا اخي شايف شكلها انت؟ ايش شكلها؟ ايش وانت دخلك في شكلها انت ولا ايش؟ انا قايل لها من اليوم اطلعي برا، ما طلعت. لا ما تتكلم معها بهذه الطريقه، انت مدير انت؟ اي نعم مدير الفرع. شوي على الكاستمر سيرفس. اي نعم اي نعم. ما تتكلم معاك. شايفتها انت ولا شيء؟ شايفتها ادميه انسانه طبيعيه. شوفي شكلها. شايف شكلك انت؟ الله من زينك. رد بيلخص كل كلام. ما يناسبها المكان رقم كذا. تجاري كل زبون المفروض يستقبل استقبال باللي يليق فيه. انت ترضى اهلك يسيرون مع واحد زي هذا الشكل نفس المكان؟ ارضى، هذه تصلي جنبي في المسجد الحرام. الرحمه افعال ومواقف بجد. مش وش الشيء اللي انت تبغى تشتريه؟ انا بس يبغى اشتري هذه قطعه. الرحمه حلوه ما في شك. اتقوا الله، حرام عليكم. وين احنا؟ وين؟ ولا بشراء ولا بمال ولا فقير ولا ضعيف ولا مكسور ولا شيء، كلنا عند الله واحد علينا الا باعمالنا الصالحه. راجع حساباتك. ايش شايف يعني هي غير عنا مثلا؟ شوفي شكلها. لا مش ايش شكلها يا رب. خلي ربنا تري على اترب، خليت ربنا هاي. كيف تري علينا على اترب؟ لا ما تريق عليها. حرام عليك يعني. المكان هذا رقمنا. وين الدين؟ وين الدين المعاصر؟ راح اكلم حقوق الانسان. حرام. انا قلت لا اشتري من برا. ما تتكلم مع هذا. المكان هذا ارقمنا. لا ما تتكلم مع هذا بالطريقه، حرام عليك. وهنا كان لازم نتدخل. السلام عليكم ورحمه الله. انا اسف، احنا برنامج الصدمه على ام بي سي. ليش تدخلتوا؟ ايش اللي استفزكم؟ حرام. كلامه احنا الحين يعني بسنه كلها يعني كلها عنصرية. فعل كان صراحة صادم، فلازم الشخص يتدخل يعني. بغض النظر أسلوبه كان غير لائق، جدا غير لائق لدين المعاملة. وخيركم عند الله أتقاكم يعني، كان أسلوبه ما في إنسان كامل، وهي كمان ما شاء الله عليها يعني. والله حتى لو هو يعني عامل في المحل يدفع هو الشيء اللي هي تشتريه، هو يدفع من عنده، فالله سبحانه وتعالى يغنيكم الله من فضله. فالإنسان الكلمة الطيبة صدقة، وحتى إن دفع لها شيء فالله سبحانه وتعالى يزيده من فضله. لو سمحت. تفضلي. أحتاج حبوب جهاض الله يهينك. اسمحي لي ما أقدر أصرف لك من دون وصفة طبية. طيب أنا لو أقدر أروح لمستشفى ولا أروح لعيادة كان رحت من الأساس، بس أنا ما معي الفلوس وزوجي ما معه فلوس. أنا ما أقدر أروح مستشفيات وأنا ما أقدر أروح عيادات، هو قاعد ينتظرني برا الحين وقاعد يهددني بالطلاق، فالله يهينك. لازم وصفة طبية، وروحي طبيب يشوف حالتك. الناس كانت بتسمع كلام وهي في حالة صدمة من أول لحظة. كان خليتني بس أنا ما همني ولا شيء. شيء ما يجوز. ما يجوز. زوجي بيطلع من كنيت. زوجي بيطلقني قاعد. حلي مشكلتك مع زوجك، أنا ما أقدر. أحتاج حبوب جهاض. زوجي ما يبغى البيبي اللي ببطني، إيش أسوي بس كده؟ لازم يعني احد يتدخل يتفاهمك في الموضوع. زوجي اللي مش راضي؟ لا حرام عليه. طيب زوجي اللي جابرني، انا ما اقدر اسوي شيء. حرام عليك، قطع النسل هذا حرام، ما يجوز، حرام عليك. هو ده صح. بكره هذول عزوتك. وخاف اني ما اسمع كلامه ويحرمني من عيالي. ليش يحرمك من عيالك؟ انت بدوله فيها امن وامان وحكومه، ما حد يحرمك من عيالك. شو اللي خير؟ الخير لك، لا تنزليه، حرام. ناس تديك أمل في بكرة وتنسيك هموم ووجع حاجات كتير. حرام يا أخوي، ما يجوز قطع النسل. أنت عارف يعني إيه؟ أنت بتموت روح. روح جاية حقها إن هي تعيش، أنت بتموت روح. هي دي الرجولة والإنسانية. الواحد عنده ظروف والتزامات. والله العظيم إن الناس تتمنى يجيها ولد، ظفر ولد. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله، حرام عليك والله. الطفل اللي أنت عايز تغيره ده غايب رزقه. أنت ما تعرفش أصلا الطفل ده ممكن يكون إيه في يوم من الأيام. ما عليه، إن شاء الله إنه بيجي ورزقه معه. وان شاء الله نفتح عليك باب من ابواب الرزق يا رب يا كريم. حرام عليك يا اخي، في ناس بتتمنى ظفر الطفل ده، اقسم بالله ناس اعرفها بتتمنى ظفره. بس ما تودعش كده.
مساك بخير ان شاء الله. احنا برنامج الصدمة على MBC. خير ضعف المشكلة دي بسم الله. يعطيك العافية. في كلمة قلتها مهمة جدا. في ناس بيتمنوا ضفرة. ايوه انا في ناس اعرفها اقسم بالله، في ناس بلغت من 11 سنة بيجروا على المستشفيات كلها وصرفين دم قلبهم، فانا مستوعب ازاي يعني جالك قلب كده ليه؟ الموضوع ما يعني ما بعرفش لك انه هو زوجة غلط في هذا الموضوع، عرفت كيف؟ يعني تصرفه غلط، هذا رزق رب العالمين. يعني انا اتوقع انه اذا جاك طفل بفضل رب العالمين يفتح لك باب ربنا، بابنا باب رزقه بفضل الله. بقول لك انا مش فاضي بعمل حاجه في التليفون، هي دقيقه والله العظيم مش اكتر. هو انا ما اعرفش اخد لوحدي ولا ايه؟ انا اسفه لحضرتك، انا لازم اخد مساحتي على فكره. انا اسفه، شكرا. ده ايه الناس دي؟ ممكن اتصور مع حضرتك؟ معلش مش فاضي بقى. معلش هي صورة مش هتاخد دقيقة واحدة بس. انا مشغول يا حبيبتي، مشغول. صورة واحدة مشغول، معلش. مش حاجة والله. هي دقيقة والله. خلاص يا بنتي خلاص. بتاع حضرتك والله هي صورة. مشغول بقول لك بعمل مسجات. هو بالعافية يعني ولا ايه؟ ما هو قبلك برضه جه حد وقال انا عايز صورة، قلت له انا مش فاضي انا بعمل حاجة على التليفون. هي صورة وانا مش عارف. يا بنتي مش معنى ان انا ممثل يبقى انا اتصور مع كل الناس. ناس كتير كانت بتتابع بحسرة وبتحاول تمسك أعصابها من أول لحظة. أنا عارف إنك بتاكل بس هو العشرة برضه. طب نعمل إيه؟ حضرتك فنان فطبيعي الناس. أنا في الأول بني آدم. سيبك من فنان، فنان إيه؟ بص 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 يا باشا. في بني آدم ده بني آدم. اتفضل بقى اقعد مكانك. شرف ليا اتصور. الدعم النفسي مهم جدا. انا راجل حر، حر. انا راجل مش عشان خاطر انا ممثل يبقى انا معرض لاي حد يجي يتصور معايا. في بيتك، في بيتك. ايه؟ اقعد في بيتك. اقعد في بيتي يعني ايه؟ لا ما تطلعش في وسط الناس والناس عايز تصور معاك تحرجك. وانت مالك انت؟ انا مالي بنتي. انا حر. حر. اه حر. حر ببيتكم. هو ايه؟ كلمه بأدب، ده قد والده. حتى لو هو زعق؟ يعني حتى لو هو زعق؟ الصوت العالي مفيش اسهل منه على فكره. تعالي صوتك ولا ايه؟ انا حر. علي الصوت. انا حر. ده من سن ابويا، انا حر. سن ابوك؟ اه. وهنا كان لازم نتدخل. اعترف بقوتك ثواني، مش هعطلك غير ثواني. عصبت من الموقف، وبعد ما الموقف خلص انت لغايه دلوقتي لسه برضه متعصب وعمال تجز على ايديك. انا شايف ان هي حريه شخصيه، في كان ان هو حابب ان هو يتصور مع حد او لا، ليه برضه مساحته الشخصيه، بس في نفس الوقت كان ممكن بطريقه شيك او اشيك من كده يرفض الموضوع، ما يتكلمش مع بنته صغيره. هو البنت ممكن تكون مش فاهمه، ممكن تكون مش مدركه فكره الحريه الشخصيه والمساحه الشخصيه. وفي الاول في الاخر الناس هي اللي بتديك النجوميه بتاعتك، تمام؟ فانت قاعد في مكان عام، فطبيعي هتلاقي ناس عايزه تتصور معاك، بتحبك، بتتفرج على اعمالك اللي انت بتعملها. ما ينفعش ان انت كفنان المشاهدين بتوعك والفيورز اللي بيتفرجوا عليك هم اللي بيعملوك، فانت ما ينفعش تتنك عليهم بالاسلوب ده. انا حر في شخصيتي، حر في شخصيتي، يبقى انا فعلا نزلت مكان في ناس قاعده وفي اسر قاعده، يبقى انا كده ملك الناس دي كلها. انا شخصيه عايزه انفرد بنفسي، اروح مكان ما فيهوش اي حد واقعد بيه مع نفسي. أنا ما محتاجة فلوس، بس خدمة صغيرة. السلام عليكم. مرحبا أختي. مرحبا. ناس كتير كانت بتتابع اللي بيحصل، لكن مش كل الناس ممكن تاخد القرار وتتدخل. السلام عليكم. مرحبا. أنا ما محتاجة فلوس، أريد منك خدمة صغيرة أخوي. أنا رحت أشتغل يا الناس، وهذول الناس رفضوا أشتغل يمهم. قالوا لي إلا تجيبي لنا تزكية يا مرة كنت تشتغلين بيه قبل. أطلب منك طلب من تليفوني، تدق عليهم وتقول لهم كانت المرأة تشتغل يمني وهي أمينة ونظيفة. تقول لهم المرأة كانت تشتغل يمني وأنا صاحبة أيتام اثنين ورد أختي. رفض الكذب بشدة. والله ما راح تعرف جزم، بس خل اتفق وياك، بس اتفق وياك اتفاق يعني سويها لله. أنا أم الاثنين أيتام والله. والله لما العوزة ما أشتغل هيك شاء الله. الله يخليك. من غير تردد قالت لا. هي طالبة شغلة شو اسمه طب أي واحد هي ما منطقية أي واحد تقدرين. أنا وياك اتفق اتفاق، تخابرها تقولها هي كانت تشتغل يمنا وأمينة وماكلة وشاربة يمنا وبيتنا.
ما زين ليش؟ والله ما اقدر. بس انا شلون يعني اقولها كانت تشتغل يمي؟ ما يصير حرام. لحظات صعبه فعلا بيوقف فيها الكلام عاجز. انت خبرني. اي انا خبرتك اياها يعني تحكين وياها؟ اي اقولها هاي البنيه كانت تشتغل يمي وامينه ما ادري. اي فلوه ما عنديش. كل ام احمد اللي راده تشتغل يمي. السلام عليكم. الو الو عيني من وياك؟ حبيبتي انت تشتغلين ام احمد يمك وقالت لها تجيبي لي تذكره من الناس تشتغلين يمهم؟ اني من طرف ام احمد. حبيبتي انا اريد اقول لك ام احمد يعني ترى كانت تشتغل يمي وامينه. ليش عفتم؟ ليش تردتم؟ هي امينه. ليش الضمانه تضميها انت؟ لا لا امينه والمره مبينه على جدها. انا كانت البنيه ام احمد كانت تشتغل يمي فرادتني اخابركم. يعني بس هاي السالفه يعني تضمنوها لا ما تضمنوها؟ يعني انا ما شفت من عندها الا الخير. عيني من قبلها باقتني واني ما اريد اتورط. احنا لين نريد نسافر؟ قبلها باقتني واني ما اريد اتورط. لا حبيبتي توكلي على الله، توكلي على الله، ترى مو اصابعك مو كلها سوا، اصابعك مو كلها سوا حبيبتي، توكلي على الله. معكم راديو اختيار. اهلا وسهلا. الله يخليك. انت بعد فتره اذا سمعت انه هاي البنيه تسوي شيء برايك ما راح تتساءل قانونيا؟ طبعا يتحمل بالخساره. اي والله هاي بعد تسوي زين بعد حسيتها صادقه يعني ما تشدد يعني ردت فعلها مال وحده صادقه ما تشد يعني ردت اسوي لها شيء يعني تعطيها رقم تليفوني تجيني البيت انا اساعدها بغير طريقه بس ما حبيت اكذب على ذلك العالم اقول لهم شلون تشتغل يمي لان هاي هم مسؤوليه.